يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة كما هو المعتاد، سواء الصعيد العالمي الصعيد المحلي. وقبل كل ده دايما بيكون الأهم بالنسبة لنا آخر أخبار النادي الأهلي وكل جديد يخص القلعة الحمراء ويخص جماهير النادي الأهلي. كل هذه التفاصيل هتكون على مدار حلقة اليوم. بالتحديد سؤال الحلقة، وإحنا متعودين دايما نتواصل مع حضراتكم، سؤال الحلقة النهاردة: توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة اليوم الهامة أمام فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، وهي البروفة الأخيرة للنادي الأهلي قبل مباراتي الوداد بإذن الله تعالى. تواصلوا معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وحناخد توقعات حضراتكم مع آخر فقرة في حلقة الترند النهاردة. وأكيد عندنا تفاصيل كتيرة خاصة بكواليس ما قبل هذه المباراة هنعيشها مع حضراتكم على مدار اليوم. بالتالي أهم مباريات اليوم هي مباراة الأهلي وبيراميدز، فهيكون كلامنا كله عن هذه المباراة والتفاصيل الدقيقة اللي ممكن تكون بتهم جماهير النادي الأهلي في كل مكان. أهم شيء بنبتدي بيه دايما هو عناوين الحلقة. نشوف في ترند الأهلي الليلة: الأهلي بطل الدوري يواجه بيراميدز على استاد القاهرة. الأهلي يسعى لكسر رقم القياسي في البروفا الأخيرة قبل مواجهة الوداد. أما في الترند العالمي: إصابة أشلي يونغ بفيروس كورونا. بمناسبة أشلي يونغ وإصابته بفيروس كورونا، كمان من ساعتين تقريبا ليفربول أعلن إصابة نابي كيتا بفيروس كورونا، نتمنى لهم السلامة والشفاء السريع بإذن الله تعالى. مباريات اليوم هي مباراة الأهلي وبيراميدز، عندنا تفاصيل كتيرة النهاردة بخصوص أهم شيء يخص هذه المباراة هنتكلم فيها، بس كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. عندي تفاصيل كتير واخبار مهمه هنتكلم فيها ونوضحها لحضراتكم، لكن خلينا دايما في البدايه نتكلم في فقره ترند الترند، واللي بتبقى معانا في بعض الفترات لما يكون في خبر مهم بيخص جماهير النادي الاهلي. اكتر حاجه بتهم النادي الاهلي وجمهور خلال المرحله الحاليه هي جاهزيه لاعبيه لايه؟ لتحدي الوداد، للتحدي الافريقي اللي هو اهم شيء بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. بطولة دوري أبطال أفريقيا ما فيش أهم منها عند الجمهور، بطولة غايبة عن النادي بقالها فترة. بإذن الله بإذن الله السنة دي يقدر الأهلي إن هو يحققها، رغم إن هي بطولة صعبة، ولازم في كل مرة أأكد على حضراتكم بخصوص الجزئية دي، لأن بصراحة المنافسين في هذه البطولة وفي المرحلة دي تحديدا في دور نصف النهائي أقوياء على غرار قوة النادي الأهلي، زمالك، وداد، رجاء، فبالتالي هتبقى بطولة صعبة، وفي نفس الوقت طالما هي صعبة وانت بإذن الله تعالى تقدر تفوز بيها، فبالتالي هتبقى بطولة غالية جدا. فأنا عايز أطمن حضراتكم على اتنين من أهم عناصر فريق النادي الأهلي على مدار المرحلة الأخيرة كلها، وعايز أطمن حضراتكم على مدى جاهزيتهم لمباراتي الوداد. نبتدي بمحمد الشناوي. محمد الشناوي النهاردة تحديدا بعد ما كان امبارح شارك في جزء من التدريبات الخاصة به كحارس مرمى، وكان شيء مبشر بدون أي ما يشتكي من أي ألام، النهاردة بيشترك في مران كامل لمدة ساعتين تقريبا النهاردة الصبح، وراح له مخصوص ميشيل يانكون المدرب حراس مرمى النادي الأهلي ومرن الشناوي، وبنسبة 100% أصبح محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي جاهز لمباراة الوداد، بعد ما كمان النهاردة ما اشتكاش من أي ألام في العضلة الضمة اللي عانى منها من شد خفيف خلال الفترة القليلة اللي فاتت. فبالتالي نطمن حضراتكم محمد الشناوي خلاص جاهز، وبنسبة 100% لمباراة الوداد في المغرب اللي هتكون يوم السبت القادم. ده فيما يتعلق بنجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر وأفضل حراس أفريقيا خلال المرحلة الحالية محمد الشناوي. تعال بقى للعيب تاني مهم قوي في صفوف فريق النادي الأهلي، والتجارب كلها أثبتت كده، وفي ظل يعني تنوع المدربين بيلعب أيمن أشرف أساسي دايما مع النادي الأهلي،
وراجل بيجيد جوانب فنيه عديده. مش عايز احنا اللي نتكلم في الجوانب الفنيه دي، امور بتخص الجهاز الفني ومدير الفني، وبتخص كمان المحللين اللي ادرى مننا كمان في الجزئيه دي تحديدا. لكن ايمن اشرف طلع بعض الاخبار خلال الساعات اللي فاتت ان الاصابه في عضله السمانه اتجددت بالنسبه للعيب. الكلام ده غير حقيقي. ايمن اشرف اللي حصل امبارح في التمرين ايه بالتحديد؟ الراجل شارك في كل التدريبات البدنيه في مران الاهلي بالامس، تمام، فيما عدا التقسيمه والجزء التكتيكي اللي كان مع نهايه المران. السبب ايه؟ مش انه بيعاني من اجهاد تاني او ان الاصابه تجددت، لا، السبب هو يعني حرص زياده من الجهاز الفني على سلامه اللاعب، مش عايزين يجازفوا يعني في مران تكتيكي زي ده. هو كده كده مش محتاجينه في مباراه النهارده امام بيراميدز، لان الاهم هو اللي جاي مباراتي الوداد، فكجزء من تجهيزه بنسبه 100% باذن الله لمباراه الوداد. فبالتالي ايمن اشرف كمان سليم، مفيش اي تجدد من الاصابه، مفيش اي شكوى ولا حاجه، وباذن الله على مدار الايام اللي جايه وبعد ما يوصل الفريق للمغرب هيشارك في تدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. ده اهم خبرين معانا النهارده، واكيد خبرين بيهموا جدا جمهور النادي الاهلي، واخبار سعيده في الحقيقه، وان شاء الله كل الفريق يكون موفق مع الشناوي وايمن اشرف في التاهل للمباراه النهائيه، ومن ثم تحقيق هذا اللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي الاهلي. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها وهي بتتعلق بمباراه النهارده، قبل ما اتكلم عن اهداف النادي الاهلي من مباراه اليوم، عايز اقول لحضراتكم احصائيات مباريات الاهلي وبيراميدز في تاريخ مواجهتهم في الدوري، وبالتحديد انا بتكلم على بيراميدز هنا مش تحت مسمى بيراميدز بس، لا، من ايام ما كان اسمهم الاسيوطي، ففي مواجهات حصلت ما بين الاهلي والاسيوطي، وبالتالي بعد ما تعدل اسمه بقى الاهلي مع فريق بيراميدز الاسيوطي سابقا، فالنتائج كانت عباره عن ايه والاحصائيات كانت عباره عن ايه. هم لعبوا مع بعض في بطوله الدوري بالذات تحديدا 7 مباريات، النادي الاهلي فاز في 4 مباريات، في المقابل فاز بيراميدز في مباريتين زي ما حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشه دلوقتي، والتعادل كان حاضر في مباراه وحيده. عدد الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي في شباك بيراميدز 10 اهداف، في المقابل بيراميدز قدروا ان هم في بطوله الدوري يحرزوا 4 اهداف في شباك النادي الاهلي. دي احصائيه مهمه وحبينا نقولها لحضراتكم، اكيد حضراتكم طبعا بتتابعوا كل الاحصائيات قبل اي مباراه بتخص النادي الاهلي. بالتالي انا عايز اتكلم عن هذه المباراه ومدى اهميتها، والكلام كتير حوالين مباراه الاهلي وبيراميدز، خصوصا ان البعض رابط هذه المباراه بالمنافسه على المركز الثاني ما بين الزمالك وبيراميدز، والاهلي بالنسبه له هو حسم الدوري وما بيسعاش ان هو يرجح كفه فريق عن الاخر، مش اسلوب النادي الاهلي، الاهلي ملوش علاقه بالقصه دي خالص ومالوش دخل بحسم المركز الثاني، ومش فارق معاه مين يكون موجود في دوري الابطال او مين يكون موجود في الكونفدراليه، لا بل بالعكس كمان، اكيد كلنا نتمنى ان الثلاث فرق يكونوا موجودين في بطوله دوري الابطال. هتقول لي ازاي؟ هقول لك باذن الله الاهلي ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا ايا كان بقى بيراميدز ربنا يوفقه ياخد الكونفدراليه، لو الزمالك خد المركز الثاني هيبقى الثلاثه موجودين في دوري ابطال افريقيا، فدي جزئيه ما تفرقش مع النادي الاهلي اطلاقا. الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هي ثقافته و أهدافه من أي مباراة بياخدها وأهداف جماهيره من أي مباراة بيلعبها النادي الأهلي. الهدف إيه؟ إنك تكسب، مش هجمل الكلام بقى وأقول لك أصل المباراة مش فارقة وكلام، لا، أنت أي مباراة بتخشها أنت بتبقى عايز تكسب، خصوصا إن أنت ممكن عندك فرصة إنك تعمل بعض الأرقام القياسية من خلال مباراة اليوم. فبالتالي الأهلي شغال في هذه المباراة على الهدف المعتاد بالنسبة له هو الفوز بإذن الله تعالى. في حسابات، في استراتيجية ممكن تكون عند مستر بيتسو إن هو يريح بعض العناصر يلعبهم، كل هذه الأمور أمور فنية، بس الهدف الأكبر إيه؟ بخلاف إنك تفوز في مباراة اليوم، وارد إنك تكون موفق ووارد إنك ما تكونش موفق، دي كرة القدم، لكن أنت أهدافك وسعيك الأساسي اللي أنت متعود عليه أنت وجمهورك إنك بإذن الله تكسب مباراة اليوم بعد توفيق المولى عز وجل. الهدف الأكبر هي مباراتي الوداد والتحدي الأفريقي، هتشتغل على إنك تريح بعض العناصر، تمام، وتحاول تجهز البعض الآخر من خلال مباراة اليوم عشان تقدر تستحوذ على أكبر قدر ممكن من اللاعبين المتاحين بالنسبة لك والجاهزين بنسبة مئوية عالية جدا قبل مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي. فدي أهداف النادي الأهلي مباراة النهاردة، وبإذن الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويقدروا إن هم يحققوا انتصار جديد ويزودوا عدد النقاط في هذا الدوري المحسوم للقلعة الحمراء. عندنا كمان تفاصيل أخرى وأخبار متعددة بتخص الأهلي وجمهوره، وكل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا.
دايما جمهور الاهلي يوم المباريات بتاعه فريق الكره تحديدا بيبقى يوم مختلف ايا كان مدى اهميه هذه المباراه ومدى حساسيتها. دايما الجمهور بيبقى اليوم بالنسبه له بيرتب مواعيده كلها على حسب مباراه الاهلي عشان يقدر يشاهد هذه المباراه، وبيفرح اكتر طبعا لما يلاقي الاهلي في مستواه المعهود وبنتيجه كمان ايجابيه كويسه. عشان كده في ترند الاهلي الحديث كتير النهارده بخصوص مباراة اليوم أمام بيراميدز. فخلينا نبتدي بحساب يلا كورة على فيسبوك، واللي بيتكلم وبيقول إن الشحات وكهرباء في هجوم الأهلي بالتشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز، وهما هنا بيتوقعوا تشكيل المباراة على حسب طبعا متابعتهم مثلا للتدريبات، على حسب المعطيات قبل هذه المباراة. فهنا بيقولوا إن علي لطفي هيكون في حراسة المرمى، ده طبعا هو الأقرب في ظل غياب طبعا محمد الشناوي. في خط الدفاع حمدي فتحي وياسر ابراهيم كمساكين، ناحيه الشمال احمد فتحي اللي بيتالق في الحقيقه جدا جدا جدا، واحد العناصر اللي محترفه فعلا كوره، واللاعب محترف كوره فعلا. ومحمد هاني ناحيه اليمين. في نص الملعب عمرو السوليه واليو ديانج، قدامهم محمد مجدي قفشه والثلاثي الامامي. على الاطراف محمود عبد المنعم كهربا وحسين شحات والمهاجم جونيور اجايده طبقا لتوقع يلا كوره. خلينا نروح لسوبر كورة وكلامهم عن هذه المباراة وبالتحديد كيف تناولوا الحديث بخصوص مباراة اليوم. اتكلموا على أن موسيماني يدفع بالقوة الضربة في لقاء الليلة طبقا لتنبؤهم وتوقعهم بخصوص سيناريو استراتيجية مستر موسيماني في مباراة اليوم أمام بيراميدز، وتوقعوا كمان تشكيل مقارب جدا من تشكيل حساب يلا كورة اللي عرضناه على حضراتكم قبل الخبر ده. حتة بقى أن موسيماني يدفع بالقوة الضربة أو يريح بعض اللاعبين، ده أمر فني بحت هنتفاجأ فيه أو هنتفاجأ بيه وقت المباراة. مش عارفين بصراحة مستر موسيماني هيعمل إيه، بس اللي أقدر أكده لحضراتكم إن التركيز أكتر، بخلاف طبعا إن أنت لازم عايز تكسب هذه المباراة، لكن التركيز كله على مباراة الوداد والعين كلها على مباراة الوداد. الحسابات دي بتبقى على حسب كل مدير فني وتفكيره. هنشوف مستر موسيماني هيفكر إزاي بعد ما نعرف تشكيل النهاردة. خلينا نروح للمصري الرياضي وحسابهم على تويتر، وبيتكلموا على ان الاهلي يلامس اربع ارقام قياسيه جديده في الدوري خلال مواجهه بيراميدز. خليني اتكلم شويه عن الارقام القياسيه، والاهلي عنده اربع ارقام يقدر يحققها من خلال مباراه اليوم امام بيراميدز، وارقام في الحقيقه مهمه رغم ان دي مش اولويه عند النادي الاهلي، لكن طالما حاجه ممكن تيجي في سكتك اكيد هتحاول تحققها، وهي بتبقى امور جيده في الحقيقه. الرقم القياسي الاول اللي بيسعى ليه الاهلي وهو معادله عدد النقاط اللي قدر النادي الاهلي بنفسه يحققه في موسم 2017 2018 بوصوله ل 88 نقطه. احنا دلوقتي عندنا 85، لو كسبنا باذن الله النهارده الاهلي يفوز يبقى وصل للنقطه 88، وهيبقى عنده فرصه كمان لكسر هذا الرقم في المباراه الاخيره اللي هتكون بعد مباراتي الوداد امام طلائع الجيش. حتى لو حقق نقطه واحده يبقى كسر الرقم ده، وصل للنقطه 89، نتمنى ان هو يوصل للنقطه 91 طبعا. طيب الرقم الثاني بيتعلق بعدد الانتصارات، فالاهلي هو صاحب الرقم القياسي ب 28 انتصار في موسم 2017 2018. لو كمان كسبت النهارده انت حققت لحد دلوقتي 27 انتصار، تكسب النهارده توصل للانتصار رقم 28، وكمان تقدر في طلائع الجيش تقدر تكسر الرقم ده. الرقم القياسي الثالث بيتعلق بالكلين شيت. احنا عارفين ان الشناوي كسر خلاص رقم شريف اكرامي ووصل كمان ل 24 كلين شيت، لكن اللي بيخص الفرقه ككل ككلين شيت حققه الاسماعيلي، وده الرقم القياسي في موسم 90 91 ب 28 كلين شيت. الاهلي ممكن يقترب من هذا الرقم بعد ان شاء الله ما يخرج من مباراه النهارده من غير اي اهداف. الرقم الاخير عايز اتكلم فيه وهو بخصوص اقتراب الاهلي من معادلته عدد الاهداف المسجله في موسم واحد، فالاهلي قدر ان هو يحقق 71 هدف في موسم 2017 2018، كان موسم ارقام قياسيه في الحقيقه، ويكفي تسجيل اربع اهداف في المباراتين الجايين عشان يكسر هذا الرقم. طيب خلينا نقرب من الفرقه بشكل اكبر ونروح ل زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي والمتواجد في مقر إقامة الفريق قبل التحرك لملعب استاد القاهرة والاستعداد لهذه المباراة، نطمن من خلاله بشكل أكبر ونتأكد من بعض المعلومات اللي قلناها لحضراتكم من خلال شريف. يا شريف أهلا بيك منورنا. اهلا بيك زميلي امير، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف. في البدايه اتكلمنا احنا على محمد الشناوي وايمن اشرف وقلنا بعض المعلومات بخصوص جاهزيتهم التامه باذن الله تعالى لمباراه الوداد يوم السبت القادم. عايز منك تاكيد على المعلومات دي طبقا لمتابعتك لتدريبات الفريق.
ابدا الاول بالخبر الحلو، الخبر المفرح. محمد الشناوي سوبر ستار النادي الاهلي، حارس منتخب مصر الاول، الحارس المتالق ما شاء الله، نمسك الخشب. الحارس اللي بيعمل ارقام قياسيه وعمل كلين شيت طبعا الموسم الكبير جدا للنادي الاهلي، وباذن الله نعمل فيه ارقام قياسيه كالعاده. هو ده النادي الاهلي. محمد الشناوي النهارده مدرب الحراس راح له مخصوص الى ملعب التتش واجرى تمرين يمكن وصل لحوالي ساعتين. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله، أدى التمرين كله على أكمل وجه. الشناوي بيعلن جاهزيته لمباراة الوداد المغربي، خبر مفرح لكل جماهير النادي الأهلي. عندنا ثقة في علي لطفي، عندنا ثقة في مصطفى شوبير، ولكن يبقى محمد الشناوي هو الحارس رقم واحد مش في النادي الأهلي أكيد. في مصر أو كل مصر يعني على حراس مصر كلها، فالخبر الكويس كان محمد الشناوي. أيمن أشرف كلام كتير، كلام اتقال النهارده في السوشيال ميديا وفي بعض المواقع. ايمن اشرف امبارح كان في تمرين النادي الاهلي، تمرين النادي الاهلي بالامس كان تمرين سري وكان مغلق للجميع. ايمن اشرف شارك في الجزء البدني فقط عشان يحافظ على مستواه البدني، ولكن عند التكتيك وعمل التقسيمه فضل مستر موسيماني ان يخرجه علشان خاطر يريحه. ايمن اشرف يعني كان عنده تقل في العضله السمانه، ما يجازفش بيه خالص. ايمن اشرف عنده تقل في العضله السمانه، ممكن كان يلعب عليها النهارده جدا، ولكن الراجل مريحه لماتش الوداد. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، واتكلمت مع الدكتور خالد محمود النهارده في فندق الاقامه. دكتور خالد موجود طبعا، دكتور خالد طبعا موجود في فندق الاقامه وبيت مع اللعيبه. كلمته النهارده قلت له امبارح ايمن اشرف خرج ليه من التمرين؟ قال لي عمل التمرين البدني وخرج تمرين تكتيك هيبقى حمل زياده عليه، فخرج من التمرين طبقا للتعليمات والتعاون اللي بيني وبين مستر موسيماني والمتفقين عليه عشان نريح بعض اللاعبين قبل مباراه الوداد. قلت له طب ايمن اشرف جاهز لمباراه الوداد؟ قال لي جاهز 100%، وعمل الرابيد تيست وعمل مسحه كورونا وعمل تحليل الدم، يعني مسافر معانا وجاهز بنسبه 100% لمباراه الوداد. فاي حاجه تسمعوها ما تصدقوهاش، خليكم مع قناه النادي الاهلي. تمام، بخلاف بقى جزئيه الشناوي ايمن خلاص طمنا عليهم. انا عايز اعرف على اعرف ايه الجديد وكواليس الفريق في فندق الاقامه النهارده، وتحديدا فيما يتعلق بالرابيد تيست والمسحه كمان الخاصه بالاتحاد الافريقي. قول لنا ايه الكواليس اللي عندك. الاهلي بدا يومه في العاشره صباحا، كان وجبه الفطار. يمكن بعد وجبه الفطار طبعا الجهاز الاداري في النادي الاهلي شاطر على طول طبقا لتعليمات الاتحاد الافريقي، وعمل مسحتين كورونا، وعمل رسم قلب، وعمل سحب عين الدم، مش رابيد تيست، سحب عين الدم من لاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي انجز كل هذه الخطوات، كان متبقي فقط اخر تحليل للكورونا وبالفعل وطبعا وتحليل الدم. فالنهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيقود الجهاز الاداري على اعلى مستوى النهارده كانت موجودة الشركة في فندق الإقامة. بعد فطار اللاعبين أجروا مسحة الكورونا لكل اللاعبين، وعينة الدم كمان اتخذت من اللاعبين، والبعض اللي ما كانش موجود النهاردة في فندق الإقامة مثلا زي محمد الشناوي أو أيمن أشرف، الشركة اتجهت إلى ملعب التتش بعد أما سحبت العينات من النادي الأهلي على ملعب التتش أيضا عشان تاخد باقي الإجراءات مع لاعبي النادي الأهلي الموجودين في التتش النهاردة في تمرين النادي الأهلي النهاردة. فده على خصوص يعني مسحة الكورونا وتحليل الدم. جاي برضه نفس المشكله يا شريف، المحاضره كانت منذ قليل. جاي كان بيضحك لحد ما عمل المسحه وخلاص، وبعد كده بقى لقيته كشر وراح على اوضته على طول من غير ما يكلم حد خالص. طبعا المحاضره معودنا الفترات الاخيره بتبقى قبل التحرك على طول. مستر موسيماني بقى له يمكن تاني مباراه على التوالي بيعمل المحاضره بدري شويه، بيعملها الساعه 4:15. النهارده كان الساعه 4:15 اتكلم فيها عن الفنيات او عن ابرز الحاجات اللي ممكن يعملها، التشكيل اللي هيلعب بيه. الناس كلها بتسال هيلعب ببعض الناشئين، هيلعب بالفول تيم، كله هيعرف باذن الله في الساعة الثامنة على أرض استاد القاهرة الدولي. ولكن النادي الأهلي كبير، وبإذن الله بإذن الله النهاردة هتلاقي تشكيل قوي، تشكيل بإذن الله يحقق 3 نقاط جداد يضافوا إلى رصيد النادي الأهلي. عمل المحاضرة حوالي ساعة لربع بالضبط، الساعة 5 كانوا في وجبة السناكس الخفيفة، الساعة 6 بإذن الله هيكون التحرك على استاد القاهرة الدولي، 6:15 6:30 بالكثير بإذن الله هيكون الأهلي متواجد داخل ملعب استاد القاهرة الدولي. بالتوفيق يا رب بإذن الله للنادي الأهلي ويحصد 3 نقاط جداد بإذن الله. أنا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان طبعا مراسل قناة الأهلي واللي متواجد في مقر الإقامة الخاص بالفريق قبل التحرك لاستاد القاهرة الدولي. طمنا على كل ما يخص الفريق قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق هذا اللقاء الهام. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نكمل ترند الاهلي ونشوف ازاي السوشيال ميديا النهارده اتكلمت عن مباراه الاهلي وبيراميدز. خلصنا الارقام القياسيه، فبالتالي خلينا نروح لصفحه ماجيكانو على فيسبوك، وبيتكلموا او ناشرين صوره اليو ديانج وكاتبين لنفعلها مره اخرى. طبعا بعد فوز النادي الاهلي في الدور الاول على ملعب بيراميدز بنتيجه 2-1 احرز اهداف الاهلي اليو واليو اليو ديانج واليو بادجي، ان شاء الله تتكرر النهارده ويقدر النادي الاهلي يفوز على فريق بيراميدز. طيب من ضمن كمان الامور الهامه، وده اللي نشرته او نشره حساب يلا كوره على تويتر، ان الاهلي يجري مسحه طبيه لرحله المغرب واستمرار تاهيل ايمن اشرف. اطمناكم خلاص على ايمن اشرف، والمسحه الطبيه قالها لنا كمان شريف وكل تفاصيلها وكواليسها، وعرضنا كمان لحضراتكم بعض اللقطات الخاصه بالمسحه دي. لكن خلينا اقول لحضراتكم كمان ان بعد ما يوصل الفريق للمغرب باذن الله تعالى سلاما يوم الثلاث هيكون في مسحه اخرى طبقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الافريقي المنوط بتنظيم طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب من ضمن كمان الامور اللي كانت على السوشيال ميديا النهارده، وهي من خلال صفحه الاهلي اليوم على فيسبوك، وقالوا ان 6 ايام على مباراه الاهلي والوداد، وفي الحقيقه جمهور الاهلي بيعد الايام عشان هذه المباراه وعايز يطمن على الفرقه وعايز يفرح بالتاهل للمباراه النهائيه باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لامر اخر، وهو بيتعلق ببعض الاحصائيات، وبيعجبني قوي تركيز وتحليل البعض لبعض الارقام اللي بتخص الفرقتين سواء الاهلي او الوداد قبل المباراه المرتقبه. فبالتالي حساب الجول على انستغرام نشروا احصائيات الشناوي وحارس الوداد في بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. حارس النادي الاهلي الشناوي طبعا لعب 10 مباريات، نفس الامر بالنسبه لحارس الوداد. الشناوي استقبل 5 اهداف، الوداد وحارسهم استقبلوا 8 اهداف. تصديات كانت للشناوي اعلى 21 تصدي في المقابل 19 لحارس الوداد احمد التجناوتي، والشباك النظيفه كانت 5 للشناوي و3 للتجناوتي حارس مرمى الوداد. طيب خلينا كمان نشوف اجواء استاد القاهره قبل مباراه اليوم، علشان كده سريعا خلينا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان يطمنا على اخر الجديد. يا فاروق اهلا بيك. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت يا امير، استاد القاهره نقدر نقول في التحفه المعماريه. استاد القاهره بيتزين اليوم لاستقبال مباراه الاهلي وبيراميدز في الاسبوع 33 للدوري المصري. خلاص الجوله قبل الاخيره، النادي الاهلي بعد حسمه لدرع الدوري النهارده. تتكلم ايضا على الامور المهمه جدا يا امير، ودايما بنشيد بيها ان المباريات اللي بيبقى جانب التنظيم فيها للنادي الاهلي، يعني كان ليها لقاء مع مراقب لجنة المسابقات اللي كابتن سمير جودة اللي قام بتفقد الملعب لدى وصوله وتابع كافة الأمور وأثنى على الناحية التنظيمية الخاصة بالنادي الأهلي. يعني هي قال تعبير جميل جدا، قال دايما دع عهدنا بالمباريات اللي بيتولى تنظيمها النادي الأهلي. كويس، ده أمر مهم ومعتاد طبعا من قبل النادي الأهلي في تنظيم أي حدث أو أي مباراة. لكن عايز أعرف أعداد الحضور النهاردة في الملعب في مباراة مهمة زي دي، طبعا في ظل غياب الجماهير، لكن مسؤولي الفرقتين يعني قول لي الأعداد ممكن تبقى قد إيه؟ يعني انت عارف يا امير ان طبعا في ظل ازمه الكورونا، يعني عدم وجود الجماهير طبعا بيبقى في جانب من المسؤولين في النادي الاهلي، يعني 25 فرد سواء في النادي الاهلي او مسؤولي نادي بيراميدز، مع وجود يعني بعض الافراد بيبقوا موجودين في المدرجات او الجانب الاعلامي اللي موجود. ومن النقاط المهمه جدا يا امير طبعا يبقى في اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي، ودي من الامور المكلف فيها ايضا اللجنه الطبيه اللي بتقوم في الوقت اللي انا بكلمك فيه يا امير دلوقتي. اللجنة الطبية والمراقب الطبي بيتفقد كل أرجاء الملعب ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية، وبيراجع أيضا على أن يكون في مسافة وتباعد اجتماعي ما بين الأفراد الموجودين سواء في المقصورة الرأسية أو مقصورة الإعلاميين. النقاط المهمة جدا برضو أمير، لو احنا بنتكلم النهاردة على برضو فريق النادي الأهلي واستعداده لهذا اللقاء، مباراة من المباريات القوية جدا والمهمة جدا لفريق النادي الأهلي في ظل الغيابات اللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي. لكن مستر بيتسو موسيماني يعني بيضم مجموعه من اللاعبين الناشئين اللي احنا يعني خلاص كلنا حفظنا اسمائهم، سواء محمد شكري او فخري او شادي رضوان او عربي او عربي بدر، كلها مجموعه من اللاعبين دي نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. من ضمن الحقيقه فاروق هو امر عايزين نتكلم عليها النهارده.
امر محير شويه، بما ان قائمه النادي الاهلي بتشمل بعض العناصر الاساسيه والمهمه جدا، وايضا بتشمل بعض العناصر نتاج قطاع ناشئين النادي الاهلي، فالموضوع محير بالنسبه للجماهير والمتابعين قبل مباراه اليوم، والطريقه اللي هيلعب بيها النادي الاهلي، او مش الطريقه الفنيه، اقصد طبعا التشكيل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي. هل هيلجا مستر موسيماني لاراحه بعض اللاعبين عشان مباراه الوداد، ولا الاستراتيجيه ممكن تكون عباره عن ايه طبقا لمعلوماتك ومتابعتك يعني؟ بص يا امير، انت اتكلمت في حته في يعني في نقطه مهمه جدا في غايه الاهميه. مستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين، يعني دايما في الكلام والحديث مع مستر بيتسو موسيماني ما بيفرقش معاه التشكيل اللي هلعب بيه او الشكل او الرسم البياني، قد التوظيف جوه الملعب وطريقه اللعب. يعني مستر بيتسو موسيماني يقول لك انا ما يفرقش ممكن ان التشكيل يكون معروف للجماهير او معروف للفرقه الثانيه، قد ما اللي يهمني التحركات اللي هتحصل داخل ارض الملعب، اسلوب اللعب، اسلوب وقفه اللاعبين في حاله فقد الكره واستخلاص الكرة. لكن نقدر نقول ان مستر بيتسو موسيماني من الممكن ان هو يفضل اراحه بعض اللاعبين، خاصه خلاص انت يوم الثلاثاء السفر للمغرب، يفضل انه يريح بعض اللاعبين ويدي فرصه، سواء بقى نشوف محمد شكري، نشوف شادي، نشوف محمد فخري، نشوف عربي بدر زي ما شفناه في اللقاء الاخير ودفع بيه في اللقاء الاخير. كلها نقدر نقول اوراق مستر بيتسو موسيماني. طبعا هو ادرى الفرد في هذا الامر على درايه تامه باللي انا محتاجه من اللقاء ومحتاج اللاعبين. النهارده برضه هو مريح مروان محسن عن هذا اللقاء. نتمنى ان شاء الله يا امير خلال الفتره القادمه لعيبه الناشئين الموجودين في النادي الاهلي. وبالمناسبه امير برضه انا عايز اقول لك ان في بعض اللاعبين الناشئين في قطاع النادي، قطاع ناشئين النادي الاهلي الموجودين مع الكابتن ربيع ياسين في منتخب مصر للشباب، ولولا ان كابتن ربيع مصر ان هم يكونوا موجودين كان زمانهم بيبقوا موجودين مع النادي الاهلي، ابرزهم محمد اشرف الظهير الايسر لمنتخب مصر للشباب، واحد من العناصر الاساسيه، واحد من اللاعبين اللي الكابتن ربيع ياسين مصمم انه يبقى موجود معاه في المعسكر لاجل الاستعداد لتصفيات الصعود لتصفيات امم افريقيا اللي هتقام في تونس بمشيئه الله باذن الله. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي كان معانا عبر الهواء مباشره، وطمنا على كل التفاصيل اللي بتتعلق باستعداد استاد القاهره وتنظيم النادي الاهلي لمباراه اليوم امام بيراميدز. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل، استنونا. طيب دلوقتي معاد فقره ترند العالمي واخر الامور اللي بتحدث على الساحه العالميه، وبالتحديد نبتدي بالبي بي سي سبورت على تويتر، وبيتكلموا عن تصريحات لكيفن دي بروين طبعا نجم مانشستر سيتي ونجم منتخب بلجيكا، وبيتكلم على ان بيقول يعني ان لازم المنتخب الانجليزي يتصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم والدوري الاوروبي، وانا يعني بيركز في الجزئيه دي على مدى قوه المنتخب الانجليزي. والمنتخب الانجليزي كان ظهر في كاس العالم الاخيره 2018 بشكل جيد، وكمان عنده بعض اللاعبين البروميسنج بشكل كبير جدا اللي موجودين، ابرزهم طبعا كيلفرت لوين نجم ايفرتون واللي بيتالق، بخلاف طبعا رحيم ستيرلينج، سانشو طبعا نجم دورتموند، عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين في صفوف منتخب انجلترا. فبالتالي من هنا جايه التنبؤات بتصدر منتخب انجلترا مجموعته في تصفيات كاس العالم، وده طبقا اللي قاله كمان كيفن دي بروين نجم منتخب البلجيكي واحد ابرز اللاعبين طبعا على مستوى العالم تحديدا في خط وسط مانشستر سيتي. طيب خلينا نروح لماركوس راشفورد لاعب منتخب انجلترا، واللي نشر صوره ليه في تدريبات المنتخب استعدادا لمباراه بلجيكا والمقرر اقامتها مساء اليوم، فبالتالي هتبقى مباراه قويه جدا ما بين المنتخبين، واثنين مصنفين طبعا على المستوى العالمي بشكل كبير بيضموا عدد من اللاعبين والعناصر المميزه. منتخب بلجيكا في الحقيقه عنده نجوم كتير قوي ما شاء الله، يعني لعيبه كلها تقيله ترجح كفتهم في اي وقت من المباراه، فمباراه النهارده هتبقى ممتعه. مش عارف المباراه الساعه كام في الحقيقه، لكن في كل الاحوال الاهم بالنسبه لنا مباراه الاهلي وبيراميدز ايا كانت مدى اهميه هذه المباراه اللي اكيد بتضم نجوم كبار جدا على مستوى العالم. طيب خلينا نروح لحساب بليتشر فوتبول على تويتر، واللي نشر صوره لاشلي يونغ طبعا نجم مانشستر يونايتد السابق وانتر ميلان الحالي، واللي اعلنوا عن اصابته انتر تحديدا، هم اللي اعلنوا عن اصابته بفيروس كورونا، نتمنى له الشفاء، وهو احد العناصر المهمه في تشكيله كونتي المدير الفني الايطالي لانتر.
فبالتالي لعيب جوكر كمان في الملعب، بيقدر يلعب باك رايت باك ليفت نص ملعب كمان في خط الوسط بيبقى مميز جدا، فبالتالي اصابه ان شاء الله يعود منها سريعا. طب خلينا نروح لحساب المنتخب الالماني او الاتحاد الالماني لكره القدم على تويتر، واللي نشر تصريحات هواكيم لوف المدير الفني الالماني واللي بقاله فتره طويله جدا مع منتخب المانيا واللي قدر انه يحقق كاس العالم 2014. فبعد مباراه الامس اللي فازوا فيها على اوكرانيا بنتيجه 2-1، قال من الواضح انني سعيد لاننا حققنا الفوز، كان بامكاننا ان نجعل النتيجه اكبر بكثير. منتخب اوكرانيا بالمناسبه المنتخبات الكويسه، شيفشينكو طبعا مدير فني ونجم نجوم ميلان السابق عامل منتخب كويس، لكن منافسة اكيد قويه ما بينهم، وقدر المنتخب الالماني بخبراته انه يفوز بنتيجه 2-1 امبارح. طيب اخر خبر معانا في الترند العالمي هو بيتعلق بتصريحات لويس انريكي المدير الفني لمنتخب اسبانيا بعد الفوز بالامس على سويسرا بهدف للا شيء. قال لم يكن خطاهم ده بالنسبه للهدف، بل نجحنا من خلال الضغط بتاعنا ان احنا نفوز فوز رائع. اتذكر فرصه وحيده لسويسرا، وهنا بينوه على مدى قوه المنتخب الاسباني وان سويسرا ما قدروش ان هم يعملوا هجمات كتيره، هي هجمه واحده على مرمى المنتخب الاسباني، وكان بمقدورنا كمان ان احنا ننهي المباراه بعدد وافر من الاهداف في مناسبات عديده جدا. ده كان من خلال تصريحات لويس انريكي نجم نجوم برشلونه وريال مدريد السابق والمدير الفني الحالي ل المنتخب الاسباني. طيب ده كان الترند العالمي، لسه عندنا المشاركات بتاعت حضراتكم وتوقعاتكم لمباراه اليوم ما بين الاهلي وبيراميدز. خلينا نبتدي بوليد، قال ايه؟ قال ان شاء الله فوز الاهلي 2-1. سليمان قال 2-2 تعادل ايجابي. روجو قالت 2-0 للنادي الاهلي. هنشوف برضو بعض التوقعات الاخرى. ابو مازن قال 2-0 لنادي القرن باذن الله. احمد الصفتي قال 2-0 للاهلي. عابد قال 2-1 للاهلي. في كل الاحوال ان شاء الله نتمنى زي ما احنا شفنا كده اغلب التوقعات في صالح النادي الاهلي، وده طبيعي بسبب التاريخ الكبير اللي بيتمتع به النادي الاهلي والخبرات الكبيره، رغم طبعا قوه فريق بيراميدز ده امر مؤكد وعنده عناصر مميزه، لكن باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي، يقدر يفوز النهارده ويضيف لفريقه 3 نقاط اخرى، يوصل نقطه رقم 88 ومن ثم يقدر يحطم بعض الارقام القياسيه. دي كانت حلقتنا النهارده في الترند، بكره حلقه مهمه وتغطيه ل مباراة الأهلي وبيراميدز ونتيجة هذه المباراة، وبإذن الله نفرح كلنا بفوز الأهلي النهاردة، ونبارك لبعض في حلقة بكرة من الترند. استنونا، إلى اللقاء.